هذه الجماعه التنظيم كان جيدا، التنظيم خارج او داخل، داخل الساحه كان جيد. شوف احنا بالعراق احنا ابطال العالم بالتنظيم السيء للاسف الشديد. اي ليش؟ انت مثلا تجي ضابط معين، شخصيه مسؤوله، تجي وياها 10 نفرات 20 شخصيه، لذلك عمليه السيطره على هذا الكم الهائل من الاشخاص بتواجد مثلا اليوم غرفه الاستقبال اللي متواجدين بها اليوم للضيوف كبار الشخصيات المفترض ما كفت، صعب جدا. جابوا كراسي زياده، الناس طلعت برا، الشخصيات اللي ممكن شاف امون عليها طلع برا دفعوه. زين ليش انت كل واحد ببطاقتك وشخصيتك كانت في السابق كانت 150 شخص، هسه 100 صارت او 50؟ يعني انا اشوف انه الدعوات يجب ان تكون وفق ما مدروسه بالتاكيد. لذلك انا هذه العمليه هي متوارثه، هذا الخطا متوارث في كل الازمان. لكن بالمجمل احنا هي الغايه وين؟ الغايه نريد الملعب موجود، الملعب موجود اللي كل واقعه. لذلك ملعب الشعب له قدسيه، قدسيه لمن؟ للفرق الاربعه، القوه الجويه، الطلبه، الزوراء، الشرطه. عندما تقام المباريات على هذا الملعب حقيقة الكل يشعر بالسعادة. شنو الزوراء فرحان مثلا يلعب ملعب الزوراء؟ لا طبعا، يريد يلعب بملعب الشعب، لكن هو اجبر على اللعب بملعب الزوراء. خلينا ندخل فنيا للمباراة القوة الجوية والطلبة.